السلام عليكم مشاهدينا الأكارم. عندما تستباح باحات المسجد الأقصى ويمنع المصلين من حرية العبادة ويغلق المسجد ويمنع الأذان لمدة 3 أيام ويتم الاعتداء على حراس المسجد والمرابطين والمرابطات وتوضع كاميرات للمراقبة وبوابات تفتيش إلكترونية ويبقى الصمت سيد الموقف فعل الدنيا السلام. عندما تبكي النساء المقدسيات وتناشد أصحاب النخوة العرب لحماية المسجد الأقصى والكل نيام فعل الدنيا السلام. عندما تخرج المظاهرات الغاضبة مطالبة بالتحرك السريع لوقف انتهاكات المحتل وحماية المسجد الأقصى دون أن يؤثر ذلك بأصحاب القرار فهذا شيء مخجل ومؤلم وعلى الدنيا السلام. ماذا نحن بفاعلين لمناصرة أهلنا في القدس المحتلة الذين تركوا لوحدهم يدافعون عن المقدسات الإسلامية وعن أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، خاصة مع التجديدات الأمنية الأخيرة والخطيرة والمتمثلة في إنشاء بوابات التفتيش الإلكترونية؟ وأسئلة أخرى مشاهدينا سوف نطرحها على ضيوفنا، فأهلا وسهلا بكم وأهلا وسهلا بضيوفنا. ونبدأ بالترحيب بالدكتور حافظ الكرمي المسؤول الإعلامي لهيئة علماء فلسطين، أهلا وسهلا بحضرتك. سوف ينضم إلينا بعد قليل من رام الله الشيخ إبراهيم عوض الله مفتي محافظة رام الله ونائب مفتي القدس، وأيضا سينضم إلينا من القدس المحتلة الأستاذ خليل التفكجي المؤرخ الفلسطيني المختص في شؤون الاحتلال. أهلا بضيوفنا جميعا. لنبدأ بهذا المقطع مشاهدينا الأكارم الذي نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لرجل من المدينة القديمة متأثر لحال المسجد الأقصى، لنستمع إلى ما قاله. شباب القدس انتركوا لحاله، وبالآخر بقول لك وين شباب القدس عن المسجد الأقصى؟ موجودين بس تحركوا انتوا كمان، يعني احنا ما فيش بايدنا شيء، فيش اكم من واحد صفينا في البلده القديمه، لما بيسكروا البلده القديمه علينا، بيسكروا الدكاكين، كل ما ضلش حدا، ايش نسوي؟ اكثر ما انه صرنا زي البنات الصغار، زي النسوان قاعدين بنبكي على ابواب المسجد الاقصى، بنبكي بس نشم هوا المسجد الاقصى، حسبنا الله عليهم اللي تركونا. منعنا من دخول المسجد الاقصى من يوم امس لأداء صلاة الجمعة، ومن ساعتها وإحنا مرابطين على أبواب المسجد الأقصى وبنستنى كل لحظة بركن واحد من الجيوش العربية، بركن قائد عربي، بركن قائد إسلامي، بدناش نقول فلسطيني، كل الفلسطينية وللأسف والعرب كليتهم باعونا، تركونا لحالنا. لعل وعسى لعل وعسى لعل وعسى تكون في نخوة لواحد بالمية منهم ويحرك يفتح لنا ابواب المسجد الاقصى، احنا ما بنستناش اي عدو يفتح المسجد الاقصى ويسمح لنا ندخل، المسجد الاقصى من حقنا، المسجد الاقصى عقيده، عقيده انه نصلي في المسجد الاقصى، ما بنستناش اليهود قبل ما يفتح لنا الباب ويقول لنا تعال صلوا او اليوم ممنوعين تصلوا، العتب مش عليهم، العتب على خذلاننا، احنا اللي خليناهم يوصلونا لهذه المرحله، الرساله احنا اولاد المسجد الاقصى. احنا رضعنا في المسجد الاقصى، احنا انولدنا على تراب المسجد الاقصى ورايحين باذن الله نموت على تراب المسجد الاقصى، ولن نتخاذل ولن نترك المسجد الاقصى لاخر نفس فينا ان شاء الله تعالى. سوف نعلق على ما قاله هذا السيد من المدينة القديمة في القدس المحتلة سيد الكريم دكتور حافظ، ولكن أريد أن أستمع إلى موقفكم في هيئة علماء فلسطين لما حدث بعد العملية الأخيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء نحن يعني نحيي هذا البطل في القدس القديمة وكل أبطال القدس الذين يدافعون بصدورهم العارية عن أولى القبلتين وثالث المسجدين، هذا الصرح الإسلامي الذي هو مهمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلها وكذلك الأحرار في العالم الآن يعتدى عليه. على كل الأحوال نحن كهيئة علماء فلسطين منذ اليوم الأول، منذ أن حصل ما حصل يوم الجمعة الماضي، قمنا بعدة تحركات. كان ابتداء تحرك في اسطنبول بحيث خاطبنا كل هيئات العلماء في العالم، والعلماء خاطبناهم بخطاب رسمي بأن يكون ذلك اليوم يوم الجمعة الماضي والجمعة القادم أن يكون يوم للقدس، أن يتحدث الخطباء في كل أنحاء العالم الإسلامي عن القدس
وعن أهمية القدس وعن واجب المسلمين تجاه القدس. هذه ليست قضية فلسطينية وليست قضية الفلسطينيين في القدس وليست قضية فلسطين في كل فلسطين أو في الخارج، هذه قضية الأمة كلها، قضية العرب وقضية المسلمين في العالم، بل هي قضية الأحرار في العالم، هي قضية حق وباطل في النهاية. ثم تم عقد مؤتمر صحفي دعي إليه عدد كبير من وسائل الإعلام، ووجهنا فيه من خلال هذا كذلك كل ما نستطيع من نداءات لمساندة أهلنا في الداخل، مساندتهم بالدعم المعنوي والإعلامي والسياسي والمظاهرات في كل أنحاء العالم نصرة الأقصى. ومن ثم دعونا الحكام العرب والمسلمين إلى أن يقوموا بواجبهم اتجاه المسجد الأقصى واتجاه المحاصرين والمرابطين في داخل المسجد الأقصى. هذا الذي تملكه هيئة العلماء، لا تستطيع أن لا تملك جيشا لتوجهه إلى القدس، هي خاطبة الجيش وخاطبة الحكام وخاطبة الجيوش وخاطبة الأمة، وهي لا تملك إلا الكلمة، والكلمة طيبة، الكلمة مؤثرة، ولكن هذا ما تملكه الهيئة. ونحن من هذا المنبر ندعو كل المسلمين في كل أنحاء العالم أن يكون لكل واحد منهم أن يكون له بصمة تجاه القدس، أن يكون له موقف، هو أسرته، عائلته، أولاده، حارته، المدينة التي هو فيها، أن يكون له بصمة تجاه القدس، أن يقف موقف يريده ويقبله ويطلبه منه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام الحاسمة. اسمح لي دكتور حافظ الكرمي، أذهب إلى رام الله، معي من هناك الشيخ إبراهيم عوض الله، مفتي محافظة رام الله ونائب مفتي القدس. أهلا بحضرتك. مرحبا. أهلا وسهلا. يعني ما يحدث للمسجد الأقصى الآن كما قال عنه أهل الأقصى تحديدا والمقدسيين إنه الأقصى الآن في خطر، وربما ما يمر بالأقصى اليوم لم يمر به بتاريخه، رغم إنه البعض يقول إنه الأقصى في خطر منذ أكثر من 50 عام. ما خطورة بوابات التفتيش الإلكترونية اليوم سيدي الكريم؟ واضح أن البوابات التي وضعت أمام بوابات المسجد الأقصى لعرقلت 60 المصلين ولضرب إقبالهم، وهم يقدمون على المسجد أداء عبادة وصلاة، يعني هذا أمر خطير جدا وأمر أيضا مزعج ومرفوض من كل مسلم، لأن هذا الاضطراب وإنسان يعني هناك من يتبرع له بالرائع، إلا أنه يعني في معاصبة لكل من يأتي إلى مسجد الأقصى مصليا أو متعددا، فيها أيضا يعني إثبات من ناحية أخرى بناحية سياسة على أفراد المسجد وداخل المسجد، وكأن الذي يأتي يأثر بالمسجد ويأتي تحت هذا الصرف وهذا الإسلام وهذا الالتباس في قضية العبادة التي من المفترض تكون مصالحة. نعم، يعني استمعنا أنه كان في هناك اعتداءات يعني حتى على حراس المسجد الأقصى، هناك تهديدات باعتداءات طالت سماحة مفتي القدس، أيضا مفتي المسجد الأقصى والقدس المحتلة. يعني حدثنا عن مدى خطورة هذه الاعتداءات على رموز دينية. بس الجمعة وأمام بوابات المسجد هنا منع المسلمون من الدخول إلى المسجد أداء صلاة الجمعة، وهذا لأول مرة يحدث هذا الكلام. كانت هناك إقامة للصلاة خارج أسوار المسجد عند البوابات، فكان هناك يعني اختطاف بجماعة المفتي وحجزه لمدة عدة ساعات قبل إطلاق سراحه، يعني كان يعني سلطة الإسلام تريد أن توجه رسالة من خلال هذا العمل، من خلال هذا الاعتقال، من خلال أنها يعني لا يوجد أمامها كبير ولا يوجد أمامها من تبع له الإسلام، وهذا طبعا أكيد يعني يزعج كل مسلم في أنحاء الدنيا ويثير
الى مدى الاستهتار والتهاون الذي يعني وصلت اليه هذه السلطات. وبالتالي فإن يعني صحيح الامور بلغت ذروه في الاهانه، بلغت ذروه في الاستهتار، وكل ذلك طبعا والمغطى بالسوق والصمت الاسلامي وعارض المحكم ومحكم، لان يعني لو كانت هناك مواقف مؤثره وضاغطه لما تمادى الناس اذا ما وصلوا الى هذا. سماحة الشيخ إبراهيم عوض الله، سوف أعود لحضرتك بعد قليل. عودة إلى ضيفنا في الاستوديو الدكتور حافظ الكرمي. دكتور حافظ، يعني برأيك تمادي دولة الاحتلال والاستهتار بمشاعر المسلمين، هل سببه ضعف الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية ككل وتجاه الأقصى خصوصا؟ نعم، هو الاحتلال عودنا على أن يقوم بمحاولة جس نبض، لأنه يعلم أن موضوع المسجد الأقصى من سابق الحوادث. نتذكر عام 2000 عندما دخل شارون المقبور، دخل إلى المسجد الأقصى، كيف حصلت انتفاضة واستمرت عدة سنوات. فهم هم يشعروا بحساسية المسجد الأقصى، وبالتالي كل فترة، حتى إذا تتذكرين وتذكر الإخوة المشاهدون أنه قبل سنتين من الآن وفي مثل هذا الشهر، في شهر جولاي أو تموز من عام 2015، حاول الصهاينة أن يفرضوا ما يسمى بتقسيم الزماني للمسجد الأقصى المبارك، فكانت هناك هبة كبيرة جدا اللي هي السكاكين التي حدثت بعد ذلك والدهس وإلى آخره، فتراجعوا قليلا. اليوم هم استثمروا هذا الجو الموجود للأسف الشديد، سواء كان في داخل الأرض المحتلة أو في خارج الأرض المحتلة في الدول العربية والإسلامية، استثمروا هذه الحالة من التشتت، حالة من الخلافات العربية، حالة من الدمار الموجود في العالم العربي، الخلاف في حروب أهلية في سوريا، في العراق، في ليبيا، في خلاف في مصر، في الآن شوف الخليج الذي كان على الأقل حتى فترة قصيرة مكان فيه بعض الهدوء، جاءت إليه الأزمات وأصبح الآن في مهب أو في العاصفة كما يقولون. إذن هم يحاولوا أن يستثمروا هذا الجو المحيط، الجو الذي فيه كل هذا الضعف وهذا التشتت، من أجل أن يفرضوا وقائع على الأرض في داخل المسجد الأقصى المبارك. وأنا أعتقد أن قضية البوابات الإلكترونية وكاميرات مراقبة هي جزء من مخطط. يعني هم كما صرح وزير داخليتهم قال بأن هذا من أجل فرض السيادة الصهيونية على المسجد الأقصى المبارك، لأنه بداية فرض السيادة هو أن تتحكم في الخارج والداخل من هذا المسجد، وأنه الذي يدخل معناته أنت عندما تريد أن تدخل المسجد أنا أدخلك بإذن، أنت تدخل بإذن بأنه تمر داخل هذه البوابة الإلكترونية، ممكن أن الشرط الموجود يقول لك ارجع. إذن وكأنه يملك السيادة على المكان، يدخل من يشاء ويرفض من يشاء، ومن ثم تطور هذه الحالة من حالة فقط إلكترونية إلى حالات أخرى في إدخال المستوطنين في وقت وعدم إدخال المسلمين في وقت، وبداية في موضوع التقسيم. نحن أمام كارثة حقيقية، كارثة على الأمة كلها، على العالم العربي، على الإسلامي أن يخرج من صمت البوصلة. يا أمة العرب، يا أمة الإسلام، البوصلة هي القدس وليست الخلافات الداخلية، البوصلة هو المسجد الأقصى. هذا مسجد الآن يتعرض لكارثة، يتعرض لجريمة، يتعرض لمجزرة. اليونسكو قبل فترة وحقوق الإنسان وضعوا المسجد الأقصى على التراث العالمي الذي ينبغي أن كذلك مطلوب من هذه المنظمات العالمية أن تتحرك، لأنه في هناك مخطط صهيوني لم يعد سرا من أجل القضاء على هذا المعلم الإسلامي الكبير، هذا الذي تشد إليه الرحال. نعم، اسمح لي دكتور حافظ أنتقل إلى القدس المحتلة. معي من هناك الأستاذ خليل التفكجي، المؤرخ الفلسطيني المختص في شؤون الاستيطان. أهلا وسهلا بك أستاذ خليل. أهلا وسهلا بكم. أهلا بك. نتحدث عن البوابات، بوابات التفتيش الإلكترونية التي وضعت بعد يومين فقط من العملية الأخيرة لعائلة جبارين وهم ثلاث شباب. يعني الحديث هنا عن بوابات إلكترونية
لمتابع للأحداث وما جرى يشعر أنه هذه البوابات يعني وكأنه كان محضر لها قبل حتى بدء العملية، وأتت العملية فقط يعني لتكون هي السبب في تثبيت هذه البوابات. رأيك بما جرى وأنت وحضرتك ابن المدينة وابن القدس، ما الذي يحدث؟ يعني هل بالفعل كان مخطط لهذه البوابات وهو جزء من مخطط يعني قديم كانت تنوي دولة الاحتلال وضعه كبداية للسيطرة على المسجد الأقصى كما ذكر ضيفنا في الاستوديو الدكتور حافظ الكرمي؟ حقيقة نعم، إسرائيل لا يعمل بردات الفعل بل يعمل بقوات هذه الاستراتيجيات قد تأتي خطوة خطوة. عندما نذكر في هذا الموضوع نذكر في عام 1967 عندما كان هنالك عندما جاء ديان وكان في تلك الفترة تابعة للأوقاف تركت الحرم بالأوقاف الإسلامية في اليورو، فبدأت الخطوة الثانية في عام 1969 عندما حرق المسجد الأقصى والمسجد القبلي، فبدأ التدخل الإسرائيلي في داخل في عام 1982 كانت هنالك مذبحة أيضا، وبالتالي أقام المراكز الوطنية في الساحات، وأيضا في عام 1992 في شهر 10 حدثت مذبحة الأقصى، أصبحت هنالك مراكز وطنية في داخل الساحات. بعد عام 2000 وزيارة شارون والانتفاضة بدأت عملية التخطيط الزماني، وخاصة أن الجانب الإسرائيلي في هذا الإطار هو يتكلم عن قضية مركزية في الأسطورة اليهودية. الأسطورة اليهودية تتكلم على أن المسيح المنتظر عندما يأتي من السماء حاملا الهيكل سيدخل إلى ينزل إلى جبل الزيتون، من جبل الزيتون سينهض الأموات ويدخلون إلى باب الرحمة، وهنالك مشروع لإقامة كنيسة باب الرحمة في داخل المسجد الأقصى. هذا الدرجة الأولى. حقيقة هنالك خطأ استراتيجي نرتكبه نحن المسلمون والإعلام بشكل كبير جدا، وكنا قد حذرنا أكثر من مرة أن الحرم أو المسجد الأقصى لا يوجد له ساحات أو باحات، يوجد له صحن، المسجد له صحن المسجد، وبالتالي الجانب الإسرائيلي استغل قضية الساحات وحول الساحات إلى أحات عامة، وهو ما حدث قبل أيام عندما دخلت بلدية القدس وبدأت تنظيف هذه الساحات، لأنه صحن المسجد نحن كمسلمين لدينا نقول صحن المسجد وليس ساحة أو باحة المسجد، وهذا خطأ ارتكبناه كإعلام، وتكلمنا أن الإسرائيليين يدخلون، اقتحمت القوات الإسرائيلية، اقتحم المستوطنين ساحات المسجد، فبالتالي كان الخطأ الاستراتيجي الذي ارتكبته، والجانب الإسرائيلي استعمل هذا النقطة باعتبار أن هذه الساحات هي ساحات عامة يستطيع أي إنسان أن يدخلها سواء كان مستوطن أو غير مستوطن، وهذه كانت البداية. البداية اليوم عندما نعم عذرا على المقاطعة، يعني هل ينقصنا الوعي بتاريخ هذه المدينة التي تعتبر مقدسة لدى العرب والمسلمين أيضا؟ هل ينقصنا الوعي بالتاريخ، الوعي بهذه الأماكن؟ ما الذي ينقصنا حتى لا نميز يعني ما يحدث هناك؟ أولاً شيئين، يعني خاصة نحن بنعني نركز الإعلام في الوقت الحاضر، عندما نتكلم عن القدس هي ليست قبة الصخرة. نعم. قبة الصخرة هي جزء، لأنه القدس في أماكن دينية، حجر، بشر، الآن مكونات تاريخية. البلدة القديمة بكل مكوناتها فيه يوجد التاريخ جزءا من الفترة البيزنطية حتى الفترة العثمانية. وهنا بالتالي نحن ارتكبنا أكبر الأخطاء أننا قلصنا القدس بس بقى في الأماكن الدينية ونسينا ما أكناف بيت المقدس. هذا هو الخطأ الاستراتيجي الذي نرتكبه نحن المسلمون في كل مكان. عندما نتكلم عن المسجد الأقصى نرى صورة قبة الصخرة. قبة الصخرة هي عبارة عن تحفة إسلامية وجدت في الفترة الإموية، بينما المسجد القبلي هو مسجد قديم، يعني في المسجد الجنوبي واللي هو يسمى ما بين قوسين المسجد القبلي أو المسجد الأقصى القديم، وهذا هو الأساس. كما نلاحظ أن عندما نتكلم عن الحرم نتكلم فقط عن قبة الصخرة، والقبة الصخرة كما معروف هي في الفترة الإموية. على هذا الأساس نحن كمسلمين الآن، ونحن ندخل الآن في فترة أن الجانب الإسرائيلي يريد أن يحدث تغيير جذري، قفزة كبيرة في الأيام الماضية، 48 ساعة لا نعلم ماذا فعل في داخل الساحة أو في داخل صحن المسجد،
وفي نفس الوقت أيضا في هذه الفترة ماذا وضع وماذا عمل في هذه الفترة، وبالتالي بدأ التقسيم المكاني. والتقسيم المكاني هنا خطورة بمكان، لأن الخطورة تأتي أن هنالك في داخل 144 دنم هنالك مناطق فارغة، ويريد أن يقيم كنسا في هذه المنطقة باعتبارها ارتباطها بالديانة اليهودية والأسطورة اليهودية بالمسيح المنتظر. على هذا الأساس أعتقد أن هذه البوابات التي وضعت هي إذلال للفلسطينيين، وهو ما قاله جلعاد إردان عندما تكلم السيادة لنا، واقصد بالسيادة لنا نحن نسمح لمن نريد ونمنع لمن نريد. أستاذ خليل، دعني أتوقف هنا عند مسألة تبعناها عبر الفيديوهات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، أنه أثناء إغلاق المسجد الأقصى بعد العملية الأخيرة يعني وجدنا أو شاهدنا عدد كبير من المستوطنين يعني يمشون في باحات المسجد الأقصى، يعني لماذا يسمح لهم والمسجد الأقصى مغلق في وجه المصلين من المسلمين؟ يعني مسألة في غاية الخطورة هنا. طبعا هو اللي يسمحوا الجانب الإسرائيلي هو سمح خلال 48 ساعة أن يدخل من يسار، وخاصة أن مفاتيح باب المغاربة لديهم منذ عام 1967، واليوم أخذوا كما أيضا بعض المفاتيح لبعض الأبواب، وبالتالي أصبحوا يملكون المفاتيح بالسماح لمن يريدون. الجانب الإسرائيلي عندما يسمح للمستوطنين الإسرائيليين بالممارسة التصنيف الدينية في هذه الأماكن في غياب العالم العربي والإسلام، وفي غياب أيضا المصلين، وكانت هنا فرصة ذهبية للجانب الإسرائيلي أن يستغل هذه الفرصة خلال 48 ساعة، أنه لا سمح لم يسمح للفلسطينيين أو للمقدسيين أو للمسلمين بالصلاة، في نفس الوقت كان يسمح للإسرائيليين بالدخول، لأنه بيده الأمر، بيده الأمر والنهي. وبالتالي هو ما يحدث الآن أن الجانب الإسرائيلي وضع أصبعه لأول مرة في التاريخ بعد الحروب الصليبية على المسجد الأقصى، وهنا لم يقم الأذان ولم تقم الصلاة خلال 48 ساعة. كلام في منتهى الخطورة. أستاذ خليل، دعني أعود مرة أخرى إلى ضيفنا في الاستوديو الدكتور حافظ. يعني لأول مرة في التاريخ توضع الأيدي على هذه الأماكن المقدسة، كلام خطير يعني ما نسمعه، خاصة أنه أخذوا بعض مفاتيح الأوقاف، وهذه في غاية الخطورة، على الرغم من يعني مطالبة الأردن بأنه يجب أن يتم المحافظة على هذه الأمور، وحتى تتم حماية موظفي الأوقاف هناك اللي هم من أصل الأردن. يعني هي خطة متكاملة، يعني قضية أخذ المفاتيح ثم الدخول إلى الحرم أو إلى المسجد، وعاثوا فسادا في داخل المسجد، دخلوا إلى الأبار في داخل صحن المسجد، وذهبوا إلى المصليات وفتشوا الخزائن والمتحف الإسلامي وكل مكان، لم يتركوا شيئا، وهذا لم يكن عبثا. فهو في البداية وضع هذه البوابات، أخذ أولا المعلومات وأخذ المفاتيح، ولا تدري بعد ذلك حتى لو أعاد بعض هذه المفاتيح يكون هو يمتلك الآن نسخ من هذه المفاتيح بطريقة أو بأخرى، نسخ معينة، ثم بعد ذلك سيطر على بوابات الحرم بشكل من خلال المراقبة ومن خلال البوابات الإلكترونية. وهذا مقدمة، أنه هو يخشى أنه إذا دخل المسلمين المصلين إلى داخل الحرم، وبعد ذلك دخل المستوطنين وعمل تقسيم زماني أو تقسيم مكاني أو غير ذلك، أن يكون هناك مقاومة لهؤلاء داخل المسجد الأقصى. فهو يريد أن يؤمن ابتداء، أن يؤمن أنه ما أحد يدخل المسجد الأقصى مع أي نوع من أنواع، حتى لو كان حزام أو مع أي شيء اللي يستطيع أن يدافع فيه عن نفسه في داخل المسجد الأقصى المبارك. وبالتالي هذه قضية خطيرة، قد ينظر إليها بعض الناس البعيدين قضية طبيعية بدهم يحموا الحرم، يعني نواحي أمنية، لا أبدا، هي قضية خطيرة جدا. السيطرة على مفتاح الحرم قضية، ونحن نتحدث هنا أنه لأول مرة منذ الاحتلال 50 سنة
لم تتوقف الصلاة في المسجد الأقصى المبارك. صحيح. لهذه الفترة الطويلة لم يتوقف الأذان منذ عام 1969 عند حريق المسجد الأقصى المبارك. فنحن نتحدث عن إجراءات هم استثمروا هذا الحدث واستغلوا هذا الحدث الذي حدث، هذه العملية البطولية في داخل الأقصى استغلوها مع أنها حصلت في خارج المسجد والشباب استشهدوا في داخل الحرم، لكن استغلوا هذا من أجل أن يفرضوا وقائع جديدة في داخل المسجد الأقصى. وهنا الخطورة، لا يكفي أن الأردن تعترض، ولا يكفي أن العالم العربي، للأسف في العالم الإسلامي اللي هو مكون من هذا لم يعترض إلا 3 دول أو 4، يعني تحكي عن تركيا وعن قطر وعن الأردن وفقط، يعني ثلاث دول فقط، مواقف خجولة وضعيفة للأسف الشديد. لا يكفي الدول، لا يكفيها القول. نعم. لا يكفيها الاعتراض، لا يكفي. نعم. الاستنكار. الدول تقوم بعمل. نعم. عندها مؤسسات، عندها قوة ناعمة، عندها دبلوماسية، عندها قوة. نعم. طبيعية اللي تستطيع منها أن تضغط، أن تقوم بكل شيء. لا نريد. نعم. أن نقول عندها جيوش، لأنه للأسف هذه الجيوش غير مسخرة لتحرير الأرض. نعم. أو لكرامة الأمة. اسمح لي أذهب إلى رام الله مع الشيخ إبراهيم عوض الله. شيخ إبراهيم، ما زلت معنا؟ شيخنا الكريم، هل تسمعني؟ يعني في الماضي كانت عندما تحدث أو يحدث أي انتهاك أو أي مجزرة تقوم بها دولة الاحتلال ضد الفلسطينيين، كانت تقوم الدنيا ولا تقعد، على الأقل كان هناك يكون في تنديدات، يعني ليس فقط على مستوى الشعوب والمظاهرات التي كانت تخرج في كل مكان تأييدا للحق الفلسطيني، كان هناك أيضا تأييد حتى ولو خجول يعني على مستوى القيادات، كانوا ينددون على الأقل. الآن لا يوجد حتى تنديد، يعني كيف يرى الشعب الفلسطيني هذه المواقف الخجولة أو الغير مسموعة من قيادات عربية كان من المتأمل منها سابقا أن تدعم القضية الفلسطينية؟ يعني أولاً يعني قضية المسجد الأقصى هي ليست قضية الشعب الفلسطيني أو قضية المقدسيين. نعم. هي قضية المسلمين في أنحاء الدنيا. الأقصى هو مصر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو قبلة المسلمين الأولى. هو الأقصى هو المسجد الثالث الذي تشد إليه الرحال. ليس مسجداً عادياً وليس مسجداً فلسطينياً، هو مسجداً إسلامياً. وبالتالي يعني قبلان المسجد الأقصى هو يعني وصمة عار في جبين كل مسلم في أنحاء الدنيا، سواء كان من القيادات أم من الشعوب أم من الأحزاب والفصائل أم من أي كان. يعني يفترض أن لا يترك المسجد الأقصى مكشوف الظهر بهذه الطريقة المعيبة التي يعني ستكون لها تداعيات صعبة للغاية، لأن الذي يقيم علاقات مع دولة الاحتلال أو الذي لا يقيم علاقات هو مشارك في اسم الاعتداء على المسجد بسكوته وبتركه نصرة هذا المسجد ونصرة. سمحت الشيخ، عذرا للمقاطعة، هل التنديد يكفي الآن في ظل خطورة الوضع في القدس المحتلة عموما والمسجد الأقصى خصوصا؟ هل التنديد يكفي أم هناك التنديد؟ بالتأكيد التنديد وشكل لا يكفي. كثير من الدول العربية الإسلامية لها علاقات مع الكيان الإسرائيلي، وبالتالي مفترض فيها أن تمارس ضغوط حقيقية بمنع، وبإمكانها ذلك لو أرادت. السكوت عما يحدث من قبل الدول العربية الإسلامية هو يعني سكوت ظالم، سكوت ظالم ليس للفلسطيني، ليس للمقدسي فحسب، لو هو ظالم في قضية عقائدية تمس كل مسلم وتهم كل مسلم في أنحاء الدنيا. نعم. أشكر الشيخ إبراهيم عوض الله مفتي محافظة رام الله ونائب مفتي القدس، كنت معنا من رام الله، شكرا جزيلا على هذه المشاركة. مشاهدينا، دعونا نتابع هذا الفيديو لنساء يصرخن ويقلن الأقصى في خطر، نتابع. أنا المسجد الأقصى لازم نفتح، كل الدنيا لازم تسمع إنه المسجد الأقصى ما بصير يتسقط، لو في عندنا دين وضمير كل العالم بتقوم.
بس مش دين وضمير، كل الدين والضمير اتسكر عند العالم. انا كان ساكن وحارسه في المسجد الاقصى ما بعمل هذا، لو بنبدي بروحنا دمنا وروحنا كلنا في ده المسجد الاقصى، من حارسات من حراس من سدنه من كل واحد عامل بالمسجد الاقصى لاخر دم، من مقدسيين راح ندافع عن المسجد الاقصى لو لاخر يوم بعمرنا. صلينا على باب حطه بالرغم منهم منعونا، بس اقامه الصلاه على باب حطه وعلى داخل المساجد وصلينا. هناك غضب سيد الكريم في القدس المحتلة تجاه ما يحدث في المسجد الأقصى، يعني وهناك أيضا تشاؤم من الموقف العربي والدور العربي اللي مفروض أن يكون مساند لهذه القضية التي نسيت أعتقد في هذه الأيام. نعم، يعني هذا بصراحة هذا الصوت الأخوات في المسجد الأقصى مرابطات، وهذه لو كان في هناك نخوة أصلا عند زعماء العرب لا ربما معتصمان طلقت، لكن ما فيش نخوة المعتصم أبدا. للأسف الذي الآن واضح أن الجهة الوحيدة تدافع عن المسجد الأقصى حقيقة بأجسامهم بصدورهم هم هؤلاء المرابطين المرابطات في داخل المسجد الأقصى، وحتى عدد كبير من أبناء شعبنا في داخل فلسطين لا يستطيع أن يصل المسجد الأقصى. صحيح. يعني أهل الضفة الغربية محرومون من الوصول، أهل غزة محرومون، هناك جهة فقط هي القدس وبعض مناطق 48، ويبدو أنه حتى الآن حتى أهل القدس محرومين. يعني كما قال أخونا قبل قليل أنه البلدة القديمة أغلقت ولم يعد إلا أعداد قليلة جدا داخل المسجد الأقصى، فنحن أمام حالة كارثية. هذا الوضع أنا أعتقد أن موضوع القدس بالذات وموضوع المسجد الأقصى بالذات هذا لن يمر على الاحتلال إطلاقا. إحنا التجربة علمتنا وتقول أن أي مساس بالأقصى سيثور له الناس في كل مكان، وبالذات في فلسطين المحتلة وفي غيرها. وما هم الصهاينة ويجب أن يسمعوا هذا الكلام، ما يتوقعوا ولا يتأملوا أنه ما دام الأمة مشغولة بحروبها الداخلية ومشاكلها، هؤلاء الزعماء في معظمهم لا يمثلون الأمة ولا يمثلون نبض الأمة ولا يمثلون بوصلة الأمة، بوصلة الأمة كلها مع الفلسطين ومع القدس. وبالتالي نحن متأكدون أن هؤلاء الأبطال في والمعتصمين المرابطين مرابطات في الأقصى سيدافعوا على الأقصى، في أهل فلسطين سيدافعوا على الأقصى، هناك أحرار كثر في خارج فلسطين سيدافعون على الأقصى. وإذا ارتكب الصهاينة أي حماقة في داخل المسجد الأقصى وحاولوا أن يقسموا المكان كما قسموا المسجد فلن تمر هذه بسهولة، والأيام القادمة ستثبت ذلك، ليس لأننا نعلم بالغيب لكن لأن هذا ما حدث تاريخيا عندما كان يعتدى على المسجد الأقصى كانت تهب الناس رجالهم ونساؤهم وأطفالهم من أجل الدفاع عن المسجد الأقصى، وهذه الصرخات من هذا من الأخوات هو بالفعل لينادي كل ضمير حي في العالم العربي والإسلامي أن يقدم شيئا للمسجد الأقصى. اسمح لي دكتور حافظ أذهب إلى القدس المحتلة مع الأستاذ خليل التفكجي. أستاذ خليل ما زلت معنا؟ نعم. واضح سيد الكريم أنه التعنت الإسرائيلي إنشاء بوابات إلكترونية للتفتيش كلها أمور تجعل من يتابع الموضوع الفلسطيني يشعر أنه دولة الاحتلال خائفة الآن، أصبحت ليست فقط من يعني المواطنين الفلسطينيين في القدس أو في الضفة الغربية أو حتى في غزة، أصبح الخوف من فلسطينيي الداخل، وهنا الخطورة تكمن. إلى أي مدى فلسطيني الداخل الآن يعني سوف يتأثرون بهذه التجديدات الأمنية بعد العملية الأخيرة؟ يعني حقيقة الجانب الإسرائيلي هو دائما يتخوف في القضية الديموغرافية، وخاصة أن الفلسطينيين الذين بقوا في بلاد في الأرض منذ عام 1948 الذين كانوا 160,000 فلسطيني أصبحوا اليوم 1.5 مليون فلسطيني، وبالتالي هذه القضية أو القنبلة الديموغرافية هي التي يخاف منها ويرتعب منها الإسرائيلي. حتى أن نتنياهو كان يتكلم عندما تصبح المشكلة الديموغرافية تتحول إلى خطر أمني يجب أن نتحرك.
وهذا التحرك بسرعه كثيرا ما طرحه ليبرمان في كثير من قضايا عمليه تبادل الاراضي ونقل السكان الفلسطينيين وتهجير السكان الفلسطينيين. حقيقه هذا الموضوع هو على ارض الواقع الجانب الاسرائيلي يتخوف بشكل كبير من هؤلاء الفلسطينيين الذين بقوا في جذورهم، بداوا يعرفون المجتمع الاسرائيلي بكل تفاصيله بكل امكانياته. ونذكر هنا قضية الشيخ رائد صلاح عندما فتح المصلى المرواني وقضى على ما نطلق عليه اسم ما تحت الأرض وما فوق الأرض في عام 1996 عندما افتتح المصلى المرواني الذي هو يقع تحت المسجد القبلي في المنطقة الجنوبية الشرقية من المسجد نعم. استطاع أن يلغي المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية قضية ما تحت الأرض الإسرائيلي وما فوق الأرض للفلسطينيين. حقيقة هذا الموضوع سجل على حل الحركة الإسلامية وتمت مطاردة الشيخ رائد حتى تم إخراج الحركة الإسلامية، ثم تم وضع الشيخ رائد وطبعا والحركة الإسلامية جزء منها في السجون ومنع الفتح. طبعا الخوف الجانب الإسرائيلي هو يرتعب هذا القضية، لأن الصراع اليوم الجانب الإسرائيلي يريد أن يحوله من صراع قومي ما بين المستعمر والمستعمر إلى صراع ديني بين مسلمين ويهود، ونحن لسنا بين صراعنا بين اليهود والمسلمين. اليوم هو هذا الخوف الكبير جدا، وهو يريد أن أيضا أن يقول للعالم ككل أن الصراع اليوم الذين قتلوا في هذه المعركة من الجنود الإسرائيليين هم من الدروز، وبالتالي هو يريد أن يحول الصراع من صراع ما بين الإسرائيلي وبين الفلسطيني إلى صراع بين درزي وبين مسلم. وهذه هي اليوم يحاول أن يشعلها في المنطقة الداخلية، وهذا ما تنبه إليه الفلسطينيون في 48 وبدأوا في عملية أن الذين قتلوا لأنهم يلبسون اللباس الإسرائيلي وليس لأنهم دروز أو ليس لأنهم في شيء آخر. يعني أستاذ خليل، نقطة في غاية الأهمية، عندما نتحدث عن الطائفة الدرزية وعددهم حوالي 100,000 درزي في فلسطين المحتلة ويعيشون في قراهم وهم من أصل هذه البلد طبعا، يعني هم أخوة للفلسطينيين وفي منهم الكثير من الوطنيين، ولكن بالفعل يعني حتى الشباب، ربما البعض يقول الشباب اللي نفذوا العملية هم نفذوا العملية ضد جنود الاحتلال دون أن يعرفوا انتماءاتهم أو إلى من يتبعون، وهذا الكلام حضرتك ذكرته ومن الضروري التعليق عليه لأنه صار في حساسيات في الموضوع خاصة عند الطائفة الدرزية. اسمح لي سوف أعود إلى حضرتك أستاذ خليل، تعليقك على هذا الموضوع تحديدا. هذا الموضوع كما ذكر أستاذ خليل أنه أصبحت الحرب بدل أن تكون بين محتل وصاحب أرض له الحق الكامل بأن يقاوم من أجل إعادة حقه إلى حرب دينية. نعم، يعني إلى أي مدى خطورة هذا الكلام؟ نحن نؤكد على أن هذه المعركة هي معركة ضد احتلال. نعم، يعني لو جاء المعتدي وكان مسلما وليس يهوديا، جاء واعتدى علي وأخذ بيتي ولا كذا، أنا مطلوب مني من ناحية الشرعية من ناحية الدين أنه أن أقاومه. صحيح. أقاوم هذا المحتل هذا ولذلك هم يحاول أن هم يتلبسوا بلبوس دينية ببعض المصطلحات الدينية، اسم دولتهم إسرائيل يعني اسم ديني، وكثير من المصطلحات التي يستخدمونها مصطلحات دينية، هذا يستخدمونه من أجل جلب ما يسمى بيهود العالم إلى المعركة وأنهم يكونوا جزء من هذه المعركة. هم لم يستطيعوا أن ينجحوا في هذا، هم لم يستطيعوا أن يجذبوا إلى داخل فلسطين المحتلة أكثر من 30% من يهود العالم أو 35% من يهود العالم، لكن في المجمل الشعب الفلسطيني يدافع عن أرضه وعن مقدساته. لا شك أن الدين هو دافع كبير جدا في أن يحافظ الإنسان على مقدساته ويحافظ على دينه وهو دينه ووطنه ولا آخره، فالدين يبعث على هذا، لكن بالقطع هي ليست معركة دينية. لا نقاتلهم لأنهم يهود، وهؤلاء الذين الشباب لم يقتلوا هؤلاء الشرطة لأنهم دروز. صح. أي واحد يلبس لباس هؤلاء الجنود ويعتدي بأن يأخذ الأرض ويعتدي على المقدسات وكذا، هذا يقاوم حتى لو كان مسلما، ما دام هو معتدي فالمعتدي شرائع الدولية
القوانين الدولية وجنيف الرابعة ومش عارف إيش، وكل كل القوانين الدولية تبيح للإنسان الذي تحتل أرضه أن يقاوم هذا الاحتلال. وبالتالي هم بيحاول الآن بعض السياسيين الأغرار وبعض العرب الأشرار اللي هم بيتبعوهم، انه هم يعتبروا انه والله هذه مقاومه ارهابيه وانه هذا ما بيصير، وانه احنا يا ريت مقاومه يعتبروها ارهابا. يعتبروا طبعا ارهاب ويصرح هذا هناك، هذا نوع من الجهل المركب الذي لا الذي ليس فقط جهل، انما هو نزع للانسانيه من نفوس هؤلاء. الغريب انه ما ترتكبه دوله الاحتلال ارهاب ولا احد يعترف بذلك. بالضبط، هذا ليس له علاقه بالارهاب، قتل الناس، إخراجهم بيوتهم، مصادرة الأراضي، مصادرة المقدسات، اعتقال الأطفال، قتلهم، التدمير، التهجير، التهويد، كل هذا ليس إرهابا، إنما الإرهاب أن يقوم شخص بأن يدافع عن نفسه وعن أرضه وأن يقول لهذا المحتل لا أريدك في أرضي. سنشاهد سوية فيديو لسيدة مرابطة من القدس المحتلة تنقل استباحة باحات المسجد الأقصى، نتابع معنا. تمتعوا بهذه المشاهد من اليمين ومن الشمال ومن جميع الأبواب. إنه الشعب الذي يسعى لنيل باطله بضعف أهل الحق. يا أهل الحق، يا أمة رسول الله، هذا هو نصر نبيكم. يستباح من اليمين ومن الشمال، شاهدوا واستمتعوا بما ترون. وصلوها لزعامة العرب، وصلوها للزعامة. بصلوا بطلع لهم يصلوا. ربوا معتصماه، وينك يا معتصم؟ نبحث عن الأموات لينقذوا الأحياء، نبحث عن موتانا، نبحث عن العزة التي ماتت والكرامة التي شلت، نبحث عن الخيرية التي طمسناها في شهواتنا. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله وكفى، إلى الله المشتكى. 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 اللهم إنا نجعلك في نحورهم. تحية إلى هذه الإمرأة الفلسطينية المقدسية التي تحمي المسجد الأقصى بصوتها وبصمودها. يعني دعني أعلق سيد الكريم على هذه المرأة البطلة. يعني معذرنا، يعني المشاهد يعني مؤلمة وأثرت بنا كثيرا، ولكن للأسف الشديد هذا هو حالنا. عسى أن يشاهد حكامنا ماذا يحدث من انتهاكات يومية ومؤلمة تطال أرضنا المقدسة وأشرف بقعة من بقاع بلادنا العربية. دكتور حافظ، يعني ماذا يمكن أن نعود إلى، سأتحدث معك، ماذا يمكن أن نعلق على مثل هذه المشاهد؟ لا تعليق للأسف، يعني شيء حقيقة مبكي. نعم، الله المستعان. يعني عندما نتحدث عن مظاهرات هنا وهناك، يعني أكيد هناك مظاهرات سوف تعم أرجاء الكثير من الدول الغربية وأيضا العربية والإسلامية تنديدا بما يجري
للمسجد الأقصى للتخطيط الزماني والمكاني اللي كانت تخطط له دولة الاحتلال، والآن بدأت ترسمه ويعني على الأرض بدأنا نرى بوضوح ما يحدث من هذا المخطط للأسف اللي سيقسم هذه المدينة المقدسة. برأيك ما هو ما يجب أن نفعله؟ يعني نحن يعني كمواطنين عاديين لا نملك يعني إلا الدعاء لرب العالمين أن ينقذ. ينبغي أن نخرج بالفعل من حالة العجز الموجودين. لا شك أن الأمة فيها خير كثير وفيها شباب كثر هم يتحرقون للدفاع عن المسجد الأقصى، وإن كان هناك حواجز الآن حواجز كثيرة جدا تمنعهم، لكن يعلم الصهاينة قبل غيرهم أن هناك بركان تحت هذا الرماد، وهذا البركان سينفجر لا محالة، لن يستطيعوا أن يمرروا هذه المخططات حتى لو استطاعوا بطريقة آنية أو وقتية يعمل كذا ويحاول دخل المستوطنين أو آخره، لكن هذا سيكون المحفز والمسرع والمفجر لهذا الغضب الموجود في كل العالم العربي والإسلامي. نحن مطلوب منا الشيء الكثير، مطلوب منا ابتداء أن نبقى ندعم هؤلاء المرابطين في داخل المسجد الأقصى، ندعمهم بكل ما نستطيع، يعني ندعمهم ماديا. هناك أنا أعلم أن هناك أكثر من 600 مرابط كان ومرابط داخل المسجد الأقصى كانوا يحتاجوا إلى الطعام، يحتاجوا إلى الدعم المادي، يحتاجوا إلى حتى يبقوا من إخواننا في 48 بالذات ومن أهل القدس حتى يبقوا في المسجد الأقصى ليدافعوا عنه أمام هؤلاء الصهاينة. الآن هم وضعوا هذه الأبواب كجزء من معركتهم مع المرابطين مع المرابطات مع المسلمين. مطلوب دعم هؤلاء، مطلوب الإعلام هذا مهم جدا، وسائل الإعلام ما تقوم فيه وأي وسائل إعلام أخرى. للأسف الشديد هناك مئات محطات الإعلام العربية والإسلامية فضائيات وغيرها، الذي يهتم بهذه المواضيع هي محطات قليلة على أصابع اليد الواحدة. دكتور حافظ، زمان لما كان يكون في انتفاضة أو مجزرة كانت الفضائيات تغطية خاصة للقضية الفلسطينية الآن للأسف عدد كبير جدا خبر عادي يمر مرور الكرة هذه الأخبار، وقد بعضها طبعا 24 ساعة وهي بتغني وبترقص والآخره، ليس لها علاقة بشيء من تغييب قضايا الأمة. تغييب على تغييب فكرة كامل، نوع هي نوع من التخدير لوعي الأمة، نوع من تغييب الأمة، تغييب وعي الأمة. معركة الوعي مهمة جدا في هذا، معركة الوعي التي يقوم فيها سواء كان العلماء، يقوم فيها الإعلاميون، يقوم فيها السياسيون، يقوم فيها المفكرون، يقوم فيها نخبة المجتمع، توعية أنه أنا أقول دائما أن كل واحد مطلوب من 1.5 مليار أن يكون له مشروع تجاه المسجد الأقصى كبر أو صغر. هذا المشروع من المقاومة اللي تبيح كل القوانين الدولية إلى طفل صغير في حصالة يجمع للقدس. اسمح لي دكتور حافظ أعود مع الأستاذ خليل تفجي. أستاذ خليل ما زلت معنا؟ نعم. سيدي الكريم عذرا أطلنا عليك، ولكن هل تعتقد يعني أنه قد يكون هناك سيناريوهات لنقل غير محمودة العواقب؟ هل ممكن أن يعني يكون هناك أو سنشهد انتفاضة جديدة في المسجد الأقصى؟ حقيقة الجانب الإسرائيلي لديه مخططه الواضح، هو يتكلم اليوم ليس عن عام 2020، يتكلم عن 2050 كيف ستصبح المنطقة أو منطقة القدس بالذات، ولديه مخططه الاستراتيجي بكل تفاصيله. اليوم نتيجة لحدث ما هو بدأ يركز على الأماكن الدينية، بمعنى أن إقامة الهيكل في هذه المنطقة، وهنالك تيار يميني متطرف في داخل الحكومة الإسرائيلية. يعني عندما ننظر إلى نتنياهو كيمين يمين، هنالك أكثر يمينية من ما هو موجود حاليا، وهؤلاء موجودون في الكنيست أو في البرلمان الإسرائيلي، حتى أنهم في قضية القدس بالذات اليوم اتخذ قرار بأن الانسحاب من أو إذا حدثت مفاوضات وكان هنالك حل لمدينة القدس يجب أن يكون هنالك موافقة 80 من أعضاء الكنيسة، وبالتالي من المستحيلات أن يكون هنالك إجماع على أن يكون 80 عضو كنيسة يوافقون على إعادة تقسيم مدينة القدس، بمعنى أن هذه القدس التي تتكلمون عليها هي تحت السيطرة الإسرائيلية ولا يوجد دولة فلسطينية.
وعاصمتها القدس، يجب أن تدفن هذا الموضوع. هنا هنا الخطورة، هي ليست ما يحدث الآن في باب الأسباط أو في باب العمود أو حول المسجد، هنالك ما يحدث أيضا في الكنيسة الإسرائيلية. يجب أن نأخذ القرارين، القرار ما يحدث على الأرض من قضية البوابات ومنع المصلين وكل هذه الأمور، وفي نفس الوقت أخذ قرارات مصيرية في الكنيسة الإسرائيلية، الذي يعني أنك إذا أردت أن تصل إلى عملية سلام القدس خارج إطار المفاوضات، وبالتالي يجب أن نخرجها من هذا الإطار. في نفس الوقت أيضا حتى اتفاقيات وادي عربة التي قالت بأن الحكومة الأردنية، أن الحكومة الإسرائيلية تحترم الوضع التاريخي للأردن في هذه الأماكن، قد تم إلغاؤه بشكل كامل. وطبعا نحن لما نتكلم عن لجنة القدس في المغرب لم نسمع لها صوت في هذه الأيام حقيقة. في داخل مدينة القدس، فداخل مدينة القدس بالذات يجري صراع بشكل توازي، عملية اقتلاع بالجذور ووضع جذور جديدة. أستاذ خليل تفكجي، المؤرخ الفلسطيني المختص في شؤون الاستيطان، كنت معنا من القدس المحتلة، شكرا جزيلا على هذه المشاركة، كما وأشكر ضيفنا في الاستوديو الدكتور حافظ الكرمي المسؤول الإعلامي لهيئة علماء فلسطين، شكرا جزيلا. نختم مشاهدينا بهذه الأغنية عن القدس ومكانتها في قلوب العرب والمسلمين، إلى اللقاء.